بأهم ما تناولته صحفنا المصرية من الناحية الاقتصادية. نبدأ بخبرنا الأول من جريدة الأهرام تحت عنوان الرئيس يشارك في القمة العربية الإسلامية الأمريكية بالرياض. الخبر بيقول إن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة العربية الإسلامية الأمريكية انطلقت النهاردة في الرياض بحضور 55 زعيم عربي وإسلامي بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. خلال مقابلة الرئيس السيسي مع نظيره الأمريكي على هامش القمة، ترامب قال إن الرئيس السيسي بيقوم بعمل هائل في ظل ظروف صعبة وإنه بيعتزم زيارة مصر قريباً.